عام 1991 والعدوان الأمريكي الذي وقع على العراق وبالتالي دمر محطات توليد. الضرر الذي لحق بالمصانع الإنتاجية، لا يوجد تفرقة بين محافظة إكس، يجب أن نكون منصفين. تسأل أنه القطع في بغداد أقل من قطع في المحافظات؟ نعم، مو أي واحد يصير وزير. يعني الاعتماد على الشباب في إدارة المؤسسات، فلا أعتقد هناك مقاييس لذا من يختار الوزراء. الضربة القاسمة كانت 1991 اللي احدثت أضرار بحدود 90% من معدات الشبكة. عام 2002 المواطن يأخذ تيار كهربائي على مدى 24 ساعة. العراق من بداية الثمانينات أول من فكر بالربط الكهربائي مع دول الجوار.